بالحقيقة أنا يعني خلال هذه الدورة، الدورة الرابعة لمجلس النواب، يعني لاحظت أنه كل الشخص اللي تسنموا قيادة وزارة الكهرباء من 2003 لحد هذه اللحظة هم مو بالمستوى المطلوب، ولا لديهم القرار الشجاع من أجل حل مشكلة الكهرباء. بالتأكيد هنالك تأثير سياسي وكتل سياسية تأثر على مجريات عمل وزارة الكهرباء، بس هذا يعني ما يمنع من الشخص الوزير لإدارة الوزارة إدارة حكيمة. بالتأكيد كل المشاكل اللي موجودة اليوم في القطاع الكهرباء تتحملها وزارة الكهرباء والوزراء اللي تعاقبوا على وزارة الكهرباء، بالإضافة إلى الحكومة كلجنة طاقة في مجلس الوزراء.